فوجئنا بمشهد رائع للفنان احمد رمزي، ان الراجل اكتشف فكره شركات التاكسي الجديده اللي هي الابلكيشن الجديد اللي طالع موضه دلوقتي ومكسر الدنيا. طلعت الفكره دي مصري 100%، والفنان احمد رمزي عرضها وطرحها في فيلم وعايزين نسمعها. بس قبل ما نسمعها، اللي ضحكني اكتر بقى في المشهد ايه؟ هو احباط اهله ليه. يعني واضح ان بص في مصر، دي اقول لك حاجه ده الاحباط ده حاجه موروثه عندنا. عايز اقول لك حاجه، بعد المشهد حتى لو ما تعرضش حاجتين، لو عايزه تحبطي بالمشروع قولي لاهلك، لو عايزه تخشي السجن وتتحكمي وتطلعي وانت قاعده في كرسيك قولي لاصحابك، قولي لجوزك. يا سلام، هيقفلها لك، هيضلمها خالص. لا اقول لك حاجه قبل برضو ما نشوف الفيديو مع بعض، هو فعلا كده، الافكار دايما موجوده على فكره، والافكار بتتكرر احيانا، لكن هو اللي الفرق ما بين الفكره العظيمه وما بين العمل العظيم هي انها تتنفس. فالفكره دي احنا ممكن نستغرب، لكن مش حاجه مستحيله يعني ان الفكره دي تبقى موجوده من زمان. وافكار كتير قوي من اللي اتنفذت كانت عندك وكانت عندي وكان عند ناس كتير، لكن الفرق انه حد عمل الخطوه. انتوا اهم حاجه يا جماعه نصيحه، ما تقولش لاهلك ولا لجوزك ولا لمراتك على اي مشروع عشان هيفشل قبل ما يبدا. انا بقول لجوزي وبيشجعني وانا بهدي النفوس، وبضيعه في جوزك مش طبيعي. تعالوا نشوف.